السلام عليكم. الوصفه تاع اليوم خدمت معاكم ساندويشات معمرين بحشوه اقتصاديه بلا دجاج وبلا لحم مع هذه العجينه السحريه تاع ميني مطلوع. خدمتها بالسميد، كيفاش دلتيها بسرعه وتخرج لك كل قطن خفيفه ما تحسيش كامل بلا تاكلي في الخبز يدوب في الفم. وهذه الحشوه قلت لكم ما فيها لا دجاج ولا لحم، بصح البنه تاعها تهبل ولي داقها يقول لك عاوديها لنا. بقاو معنا شاهدوا الفيديو، ديرونا لايك، اشتركوا في القناه وبارطاجوا باش تعمل فائده على الجميع. نبداو بسم الله بطريقه التحضير. جيبي القصعه حطي فيها 3 كيسان يكونوا معمرين حتى الفوق ممسوحين تاع السميد يكون ناعم يعني رطب. زيدي معاهم كاس تاع فارينو، كذلك العبرغي هو يعني الكاس تعمري حتى الفوق معمر وممسوح. الكاس هذا يزن 220 مللتر. جيبي ملعقه كبيره تكون مملوءه جيدا بخميره الخبز. هنا بالغرام نعطيكم بالضبط، طاحت لي 14 غرام. وزيدي ملعقه كبيره تاع خل وبالغرام 9 غرام. صاي هكا عبرت لكم بالغرام. نزيدوا ملعقه كبيره تاع السكر. نعطيكم ملاحظه مهمه بالنسبه لخميره الخبز، ضروري ما تكونش بارده، يعني اذا كان فايت عليها شهر تنقص الفعاليه تاعها، لذلك شرو كميه تكون يعني العلبه الصغيره ماشي الكبيره هكا باش كي تكمل لكم تحلوا علبه واحده اخرى جديده. من بعد حطي كاس ماء يكون دافي على هذا السميد، ولكن حطي بتدريج ولمي باصابع يديك. تبدي تلمي في العجين بالتدريج هكا باش تتفادي انه تجري العجينه ولا تيبسيها. اذا جريتيها غادي تخسر لك وهكا ما تنتلكلكش وما يربيلكش العلك يعني الجلوتين، واذا يبستيها غادي تغمنك بزاف وتبدا تيبسلك. المهم هنا حطيت الكاس الاول وهذا الكاس الزاوج، ولكن الكاس الزاوج حطيت بالتدريج. ودوك نقول لكم شحال تقطع لي الماء. السميد هذا تاع موله، صاي سموله رطب. نبدا نلم فقط بلا ما ندلك، نلم باصابع يدي. بعد ما نلمو العجينه كما شفتو ما دلكتها ما والو، نجيب كيس نحط عليه قطرات من الماء ونحط العجينه نخليها تريح فيه لمده 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق العجينه تاعنا تطلق شويه. هنا اش غادي ندير، نفس الكاس اللي كان عندي غادي نخليه باش نكمل به الدليك. وهنا حطيت ملعقه صغيره تاع الملح وغادي نحط عليها قطرات من هذاك نفس الماء اللي كان عندي. نضغط على العجينه فوق الملح ونبدا ندلك فيها. اول ما تحطي الملح على العجينه تبدا تقسح لك العجينه تقسح، لكن انت بداي تدلكي فيها بهذه الطريقه على الشكل الطولي، يعني العجينه ما تدلكيهاش بالعرض وتبداي تكوري فيها، لا خليها رايحه على الطول وتدلكيها باصابع يديك بهذه الطريقه وبلا ما تقطعي العجينه في النص. يعني مشي تدلكيها تقطعيها تعاودي تدلكي تقطعي، لا هكا ما غاديش تندلك لك بالخف، واما بهذه الطريقه بسرعه غادي تندلك لك وغادي تطرى معاك. وكي تحسي اصابع يدك ينشفوا منهم الماء تحطي قطرات فقط على يديك وتبداي الدلك، يعني تواصلي الدلك. اذا شفتي بلون دو ترافاي يعني طاوله العمل تشمخت حاولي تمسحي هذاك الماء الزايد، لانه العجين تاعنا ما يبغيش الماء بزاف، اذا طلق فغادي يصعب عليك انه يولي لك يعني يربي لك الجلوتين ويولي لك مدلوك. صاي هنا كما راكي تشوفي راني ندلك فيه بهذه الطريقه اللي ضروري انت تدلكي بها، يعني باش تحصلي على العجينه تاعك تجي طريه وبسرعه تندلك. شوفوا ما شاء الله دارت لي هذوك الفقاعات، تسمعي هذيك طرك طرك، تسمعي هذاك العجين يطردك. خلاص هنايا كي تندلك معاك صا
الباستاي راهي ندلكت مليح، نحط لها ملعقه تاع زيت نباتي، نمسحها مليح، نحطها في كيس ونخليها تخمر. يضاعف الحجم تاعها، تخليها في مكان دافئ. في الكيس تاعها زيديها بورصه واحده اخرى لمده 30 دقيقه، ما تزيديها ما تنقصي. صحيح، والحشوة شوية شوية تاع فلفلة مع طماطم، وحطيتها في كيس. كي عرقت مليح غادي نقشرها. نعطيكم ملاحظة مهمة، شفت بعض الناس كي يبدو ينقوا في الفلفلة يحطوها على السبالة، يعني يحلوا الماء ويبدأ ينقوا فيها تحت الماء. لا، هكا تصمات كامل تروح البنة تاعها. انت نقيها، يعني اذا جاتك ساخنه ولا خليها حتى تطفى، ولا خمس يدك فقط في الماء وبدي تنقي فيها عادي. حاولي انك ما تحطيهاش في الماء ابدا. هنا بعدا غادي نعطيكم هاد الاستيس، يعني تاع المقص، تقدري تمقصيها بهذه الطريقه تجيك سريعه وبالخف، وانت حره يعني تقدري بالسكين تقدري بالمقص. هنا بعد ما قطعت كامل الطماطم وكاع الفلفله، شوفي هذاك الماء تاعها اللي يبقى ما تقيسيش، خليه بعدا كي تقليها زيدي معها. في المقلاة حطيت شويه زيت مع البصل بعد ما ربيته يتقلى شويه، بعدا نزيد له الفلفله والطماطيس. وهنا تقدري ديري الثوم، يعني تكوني شاوياتها مع في الفرن تقطعي وديري. انا ما درتش الثوم اليوم. نقليهم ونزيد التوابل اللي هما ملح فلفل اسود، ونزيدوا هذاك الماء تاع الفلفله. هنا تقدري ديري الفلفل الاحمر الحار، ولا يعني يكون عندك شويه حار ديريها معاه. هذا مكان ديري ملح فلفل اسود وشويه تاع فلفل احمر الحار. خلط المكونات جيدا، خليهم حتى يتجمروا مليح. من بعد نزيد 3 حبات تاع بيض، ونزيد فرماج رابي يعني الجبن المبشور. نخلطوا مليح حتى يذوب هذاك الفرماج اي الجبن، نطفوا عليها ونخلوها جانبا تبرد. هنا زدت غير شويه تاع فلفل احمر الحار هكا باش تجي حاره، بالنسبه لي ما يبوش الحار ما يضيفوش. نخلوها تتجمر غير واحد شويه كما قلت لكم حتى يذوب داك الفرماج، ونطفوا عليها نخلوها تبرد. بعد مرور نصف ساعه شوفوا العجينه كي تغونفلات معانا ولات كل بالونه. حاولي تحافظي على الغازات اللي فيها، قسميها بالسكين الى 4، من بعد كنا الى 8، كل واحدة زيدي قسميها الى نصفين. من بعد نجيبو كل كرة نلوها بهذه الطريقة، بعد ما رمتها في السميد الناعم نحلها واحد شويه ونخليها تخمر جانبا حتى نكمل كامل الكريات نطيبهم.
زدت معاكم حبه باش نوري لكم كيفاش لويتها. وهذه الطريقه الثانيه تقدري شوفي طبستيها على طاوله العمل، يعني تحليها الحجم تاعها يكون هكذا بهذا السمك. بعد ما تحليها تحطيها مباشره في السميد الناعم، يعني ترمديها من كلتا الجهتين بهذه الطريقه، تسقميها بعدها تحطيها على البلاط خليها تخمر. وبعد ما كملت كامل الخبيزات وليت الخبزات الاولى اللي خليتهم يريحوا واحد ربع ساعه، اضافه الحجم تاعهم غير واحد شويه، حطيهم على طاجين يكون ساخن جدا. بعدها نقصي لها للنار واحد شويه، يعني خليه في الوسط، وحطي هادو الخبيزات تاع المطلوع يطيبوا فيهم. كي اللي تقولي المطلوع تاعي يجيني قاصح والقشره هذيك تجي غليظه وتجي قاصحه، لا نقول لك اش ديري انت، ما تنقصيلاش النار، خلي النار عاليه وبداي تقلبي فيه ساعه ساعه، صحيح ما تخليش تطيب من تحت، عادك تقلبيه يدي اللون ذهبي خفيف، بداي تقلبي فيه في كلتا الجوانب. والمطلوع ما يبغيش تطولي عليه في الطياب، ما تخليش مده طويله. وهذا المطلع تاع الساندويتش يجي بزاف بنين، شوفوا من الداخل ما يجيش خاوي هكا وكل ورقه، يجي شويه ملحم بصح يجي يدوب في الفم، يجي خفيف لدرجه ما تصوروهاش، سورتو كي تزيدي تعمريه ما شاء الله. هنا شوفوا راني نحل معاكم هاد الحبيبات اللي غادي نعمرهم بهذه الحشوه اللي طيبتها معاكم، نحلها مليح هكا باش كي ندخل الحشوه يتعمر كامل. نجيب هاد الحشوه نحطها نفرشها على كامل الخبزه، وزدت تقليت معاها حبيبات تاع بطاطا. والساندويتش يكون جاهز. تقدري ديري العفسه الزوجه اللي غادي نوريها لك الان، يعني تجيبي كاتشب تطليه من الفوق خاصة اللي يبغوا الكاتشب، ولا تكون عندك صلصة طماطم تطليها من الفوق وتزيدي الفرماج رابي، هذه فقط كإضافة تقدري ديريها. هنا زدت شوية تاع البطاطا وشوية الجبن طري، وغادي ندخلها في الفرن يكون مشعول غير من الفوق، يصعد هذاك يدوب هذاك الفرماج، أيوا ويكون الساندويتش تاعنا جاهز. واحد البنة واحد الطراوة يدوب في الفم، ننصحكم باش تجربوها وبقوة. كيما تقدروا تدسوا هذا الخبز تاع الساندويتش يعني تاع المطلوع في الثلاجة الغدوة من داك، يعني ولا بغيتوا تخلوه يعني يومين ثلاث ايام في المجمد، غطوه مليح في الكيس وجبتوه بعد عمروه في الحاجة اللي راكم باغيينها. المهم هنا كيما راكم تشوفوا البنة والطراوة ما شاء الله عليها، جربوها وما تندموش. لايك واشتراك في القناة ربي يحفظكم، وبارطاجوا باش تعمل فائدة على الجميع. سلام، الى فيديو اخر ان شاء الله.